السلام عليكم. دونك اليوم كانت عندنا واحد الندوة على الصحة العقلية والنفسية في هاد الظروف ديال كوفيد 19، لأن المنظمة العالمية للصحة أو الأمم المتحدة كلهم تحدثوا على بأن نسبة مرتفعة من الناس الأطفال والعجزة، الناس اللي عايشين وحدهم، اللي كانوا كيقراو عن بعد، كلهم وقعوا لهم مشاكل مع الصحة ديالهم العقلية. كاين بزاف الأنواع، وهنا كانوا تدخلات من المختصين من البيدوبسيكياتري في حل هاد الأمراض عند الأطفال على بزاف ديال المستويات، وكانت أسئلة منفتحة على الحماية الاجتماعية، كيفاش كتكون لا بريز اون شارج ديال هاد الناس من ناحية مادية في هاد الظروف اللي صعيبة ماديا، وعادة خص العرض الصحي يكون كافي، لأن كاين مشكل في التكوين ديال الأطباء النفسانيين ولي بسيكولوج والمساعدين الممرضين ديال هذا الميدان اللي خاص، والمجتمع كيعاني من هاد المشاكل، وعائلات عانت، وخص واحد التصور جديد في ميدان ديال الصحة العقلية، لأن في فرنسا مثلا هذا هو أول اختصاص لكي ياخذ الأهم من المالية المخصصة للحماية الاجتماعية في فرنسا. حنا عندنا بزاف الاشكاليات ديال الصحه، وهذه مازال ما عندناش عرض طبي خاص كتير، كاين غير شي مصحه او جوج في المغرب، ما كاينش فعلا مستوى كل اقليم وكل جهه. كاين واحد التصور جديد، لان هذا المرض هو ثاني اكبر نوع من الامراض على الاطلاق بالنسبه للانسانيه ككل، هو اول مرض بالنسبه للنساء، هذه ديال لا ديبرسيون، الاكتئاب. مشاكل متشعبه، كان التطرق اليها كان على مستوى فيه البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد القانوني، البعد الفلسفي، على الاخلاقيات اللي خصها تكون في هذا الميدان. وكنتمنى والله ان المغرب يتوفق في هذا المشروع ان شاء الله.